أني مصاب من 2006. نعم. من ضحايا الإرهاب. قدمت معاملتي بالألفين، قدمت على معاملة بالألفين وستة عشر. وبالألفين وتسعة عشر قاموا بشو اسمه، يعني انطوني قولوا يعني حولوا معاملتي من المؤسسة إلى التقاعد. بالألفين وعشرين رحت للتقاعد حتى اكمل انجز معاملتي، رجعوني للمؤسسه. المؤسسه قالوا لي عليك ايقاف يوزر. ايقاف اليوزر شنو سببه؟ اكو شخص ثاني توم على القرار مع اللجنه الطبيه مالتي. دخلوني لجنه بالرمادي، لجنه قضائيه. من دخلوني لجنه قضائيه انطوني قرار تصويب بانه اوراقي كلها سليمه، وانطوني قرار تصويب بانه اموري ماشيه. تمام. بال 2022 رحت اراجعهم، يابا انا هسه اموري كلها تمام، انطوني مشوا لي معاملتي. زين. قالوا لي راح نمشيك بهاي ال 200 اول 250 الوجبه اللي راحت من المؤسسه للتقاعد. تمام. قالوا هذا المدير الله يجزيه الخير قال راح امشيك ويا ال 250 اللي راحت. راحت للتقاعد ماكو بال 250 ماكو اسمي. رجعت عليهم يابا شو ماكو اسمي بال 250، قالوا 250 مقطعه راح نحولك على 541 على الوجبه اللي وراها. من رحت يا انت تحولونها باشر عقب باشر ما اعرف ايش، خلوني ويا من ويا ذول اللي متوفر رواتبهم اعيد لجنه، هاي اللجنه اللي شكلوها اخر شيء مال ديوان رئاسه. تمام. ولحد الان كل شيء ماكو. زين. طيب نسبه العجز ايش قد قالوا لك اللي عندك او الاصابه مالتك؟ 70%. 70%. زين احمد، سؤال، انت مصاب 2006 راجعت 2016. نعم. هاي العشر سنين وين؟ قدمنا بال 2016 قدمت معامله. اي انت مصاب 2006 بالضبط، 2016 قدمت، هذه بينات هاي مسافه زمنيه 10 سنوات، لهذا السبب بده يرجعوك على لجان تحقيقيه يتاكدون من صحه اصابتك. هاي العشر سنين المفروض انت مروج معامله متكفله الدوله بعلاجك ومعوضتك. هاي العشر سنين وين؟ علاجي ما مروج معامله. استاذ احمد انت اليوم اذا عندنا حق يم الدوله احنا نراجع الدوله، الدوله ما تجي تدق بابنا. انت انصابت 2006، نقول سنه وحده تعالجت، سنتين تعالجت، الثمان سنين البقيه وين؟ اختي العزيزه يعني كانت هاي الامور كلها حرب واحنا بيتنا بصف الشارع، يعني معادي للشارع العام. طلعتوا غير مكان، تهجرتوا علينا احنا بيتنا يطلقونا. أي. من كانوا الامريكان وكان التنظيم القاعده الاولي. اي طلعتوا من المنطقه لو لا؟ ما طلعنا من المنطقه، بقينا بنفس المنطقه. زين انت مصاب شلون بقيت؟ يعني فقط للعلاج. يا اختي العزيزه انا مصابت واجروا لي عمليه، دزوني لبغداد المدينه تفصل. اي سووا لي العمليه، عندي كسر بالجمجمه، رفعوا هذا العظام المتكسره مني. اي وبقيت. من بقيت ورا العمليه ببغداد، ليش ما روجت المعامله ببغداد؟ اليوم معاملات ضحايا الارهاب بكل مكان. هسه هو الموضوع. أي. يعني مثلا مو هو هسه باعث نقول فات. اي لا يرجعوه على لجان، ليش؟ يقول لك هاي 10 سنين ماكو. هنا من ايقاف يوزر يعني احد مروج له معامله وماخذ رواتب له. هاي العشر سنين اكو احد مروج المعامله وماخذها له، وهذه الحالات كثيره صارت. زين هنا حلها شنو؟ هنا يبقى على اللجان وعلى قرار اللجنه هذا التاخير في سبيل لحد ياخذ حق غيره، احتمال
عنده يتاكدون من صحه المعلومات اللي مقدمها. يلا اول ما تنظر اللجنه، طبعا احمد اني وياك والله يعينك، اليوم اليوم اللجنه من تقعد ويقول لك يقول شيء، هو بامس الحاجه للدينار هاي 10 سنين وين كان، وخاصه اليوم احنا الخير يعم، الخير يخص والشر يعم، حالات التجاوز على المؤسسات مال الضحايا الارهاب، مؤسسات السجناء، المؤسسات المعاملات المزوره او المسروقه، نعم هذه كثيره. فتصير اللجنه تدقق، اليوم هو عنده ثغره زمنيه طويله، اذا تلاحظين من 16 19 20 هم ثلاث سنوات بثلاث سنوات، بينما ب 2016 ل 19 مستقره الامور بالرمادي. فاذا الموضوع راح يبقى على قرار اللجان الطبيه.